مشكلة بصراحة. انا عامه ما بعملش مشاكل في الملعب يعني، انا حتى مع المنافسين ما بعملش مشاكل في التمرين بس. اه في التمرين بس. كان بص مانو جوزيه اول لما جه عمل تمرين طبعا كانت هي غريبه عليه برضه، صندوق اسود خلي بالك. اه لا اول ما جه صندوق اسود معانا مش عمل تمرينه كانت بالنسبه لنا اول مره تحصل. تمام مان تو مان الملعب كله. شفت التمرين دي؟ كان بيجي يروح قاسم الملعب كده بنص وعامل على ال 18 يحط قماع وتبقى كانك حرف تي مقلوبه يعني بالزبط. من ناحيه ايه؟ وما ينفعش حد يعني مثلا انا مع كابتن خالد ما ينفعش يقطع منه غيري. غيره بس هو اللي يقطع مني وانا اقطع منه. ومان تو مان الملعب كله. التمرين دي كان بيعملها، كانت تبقى التمرين الساعه 9 الصبح والجون ب 1000 متر سخن واللي بيخسر يعني انا واحمد السيد لعبنا بعض 2-1، انا كسبته 2-1 يبقى بيجري 10 اطوال 10 اطوال. فكانت التمرينه دي لما كنا بنعرف ان هي التمرينه دي الصبح كانت بتبقى جحيم طبعا، لان التمرينه دي ما كانش تمرين، هي تسخين وتبدا التمرين. فكان مانو جوزيه اللي عايز يرخم عليه يديله احمد السيد، اللي بيرخم اللي عايز يرخم عليه في الـ في الـ في التمرينه دي يروح مديه لاحمد سيد. واحد بيتاهل مثلا، واحد بيتاهل جديد وعايز يعمل مش ممكن. بص اصل التمرينه دي محتاجه بدني عالي جدا، باور عالي جدا. واحمد سيد بقى كان بيخش التمرين بيزف اي حد بالظبط، يروح اخد المان تو مان ومجرجره رايح جاي مش عارف، يروح يدافع. طبعا هو بيدافع كويس فبيبقى مشكله وانت ايه عشان تجيب جون، ان هو بيدافع عليك كويس. لما تيجي هو بقى بيهاجم انت تكون بتاخد نفسك، يكون هو ايه بجالي بقى. فكان المانجو زي انا فاكر كان اللي بيرخم عليه يقول له ايه، كله كان بيهرب، ده كله كان بيهرب، كان بيبقى فيه اتفاقات طبعا. انت جبت جولين وانا جبت جولين، اللي كان بيقفشه اللي كان بيقفشه كان بيجري الاثنين. فاكر مين اكتر اثنين؟ اه كان اكتر اثنين كوميديا كابتن عماره وكابتن ياسر رضوان. لا كابتن متر في متر ما بيتحركوش، بيقول لهم هو شايف يقول لك انت ما بتجريش. اه بيجيبهم يعني. بس طبعا كان الوحيد اللي كان بيسيبه بقى مين؟ مين؟ فلافيو. اه فلافيو الوحيد اللي ما بيرجعش وما بيجريش بعد التمرين. لا كان احمد سيد من الرخمين، وجيلبرتو جيلبرتو وفتحي من الرخمين. اه فتحي برده كان في تمارين كده كانت عجيب، مانو جوزيه كان بيعملها كانت عجيبه. اول مره كانت تخش علينا احنا كفرقه، بس كانت التمارين كلها تحببك في اللعب، ودي الميزه ان انت تبقى حابب التمرين نفسها طبعا. تفرق كتير جدا، هو بياخد كل اللي عايزه من التمرين فتنس بالكوره. تفرق كتير جدا. بس اكتر تمرين بقى كابتن خالد كان بيحبه طبعا وكان مميز فيه جدا، تمرين التاكلينج. هو عارفه التاكلينج التاكلينج كان احمد سيد. لا تمرين التاكلينج اللي هو كان مستر مرمي يبص لك الكوره وانت بتجري على خط الاول تعمل تاكلينج. كابتن خالد ما كانش بيعمل تاكلينج خالص، بيروح يلمها برجله. بص هو كان ساعات دي حاجات كده. التمرين دي مميته قاتله. انا اصل خلي بالك انا ليا معاه شويه تفاصيل كتير كتير يعني كتير جدا. فكان تمارين كان في قلب